اللي قالوا يا حفو ممارسه عليه نوع من الظلم، ممارسه عليه نوع من الظلم، ونختار بجنونكم سيد الوزير وسيد الرئيس. عندي شمن التراب الشارع فيه مع شمن الرجاله اللي جاوا برواته، ونحكم لي به عند محكمه الاستئناف، واللي نحكم لي به عند محكمه الاستئناف اللي هي حكمت لي به حكم ورائي حكمت لي به، وعدل تقويم اللي هو التقويم ومقومة التراب وقوم البناء اللي ما عليه قلت لك فهمتوا، وعاقبوه ذو الناس اللي نتنازع معاهم اللي هو قاسوا محكمة العليا وأكد الحكم. شو المحكمة العليا؟ شو راعي أكدتوا المحكمة العليا اللي تريد تنفذ. قاموا قبضوا ذو الناس اللي نشار معاهم بعد اللي انتهى الملف وحكمت فيه المحكمة وفق، ولا تلا فيه ما تلا فيه نزاع ولا تلا فيه شو، أكدتوا المحكمة العليا. قاموا قبلوا محامي آخر جديد قالوا أحمل للولي لأنه عنده تأثيرات بالقضاة، وكالته راعيها عاقب الملف عاقب وفاية الملف، لأن هذه الوكالة ضارة بيا لأن الملف فاتوا فنزاع وما تلا خال. قبلوه حازوا عليه وقبلوه تعهد لهم تعهد عاقب حكم المحكمة العليا. قام قايسون حاز عليه وعدل طلب بالرجوع محكمة العليا محكمة الاستئناف لأنها تتراجع في التنفيذ اللي عندها، ورفضت محكمة الاستئناف رفضت هذا إلين رفضت هذا وارك إلين رفضت هذا وارك اللي هو طلبها. قاموا حازوا عليه وعقبوا صور المحكمة العليا، ولين عقبوا صور المحكمة العليا قامت المحكمة العليا ووقفت التنفيذ عدلت التعليق وعقبت ووقفته. وسيد الرئيس احنا طالبين هذه الامور الدوامة اللي مديورين فيها من طريقة من الظلم ومن مهمشة وطريقة من دايرة انفسنا، نختاروا طالبين منكم على انكم تحلوا لنا مشكلتنا يطول اعمالكم ان شاء الله. اجازتنا واجازتكم الاحسان. هذه الامور اللي هي كنا شاكين المحاكم على انها تنتهي وتوفى ودوامتها تنتهي وتنقطع، هذا الشيء ما هو دوامة تنقطع، هذا المحامين يعودوا عندهم علاقات بالامور اللي ما هي من دايرة انفسنا ويعلقوا الامور ويوقفوهم. وركا احنا طالبين هذا المحامي ما كان المحامين الاولين اللي كانوا يتنازعوا معنا وفي الملف عندهم وانطوى الملف عندهم، قاموا قبلوا المحامي اللي هو الجديد لقيت لك فهمتوا ما فهمتوا. بعد الحكم فاتوا فوق محكمه الاستئناف فاتوا محكمه العليا فات اكدت الحكم سمعتني، قاموا عدلنا هذه الاجراءات اللي هم الاجريات وعقل تنفيذنا. بعد المحكمة فاتبتت فيه وفات فيه اللي هي يوم اللي حاسة عليه وقام